بسم الله الرحمن الرحيم. Hello my dear students of commercial schools. أعزائي طلبة وطالبات مدارس التعليم التجاري اللغة الإنجليزية، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقتنا لهذا العام، برامج تعليمية لغة إنجليزية على قناتنا في بيتنا مدرسة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بإذن الله بالنسبة للطلبة الجداد السنة دي احنا هنكمل المسيرة اللي احنا مشينا بيها بالنسبة لسنة أولى وسنة تانية، نفس المنهج اللي معانا English for commercial schools. بالنسبة للايتمز فور اكزامز هتمشي برضو بنفس الطريقة، يعني المواصفات بتاعة الامتحان معانا هي هيها بالظبط. المنهج ده هيدي لك فرصة ان انت تتعلم لغة انجليزية in general في العموم، ازاي تتكلم، ازاي تفهم حد بيكلمك، يعني تعامل عام، لغة انجليزية عامة. وهيدي لك فرصة ان انت برضو تعرف بعض المصطلحات التجارية، سواء خاصة بالتأمين، خاصة بالنقل البحري، خاصة بالنقل الجوي، عموما يعني commercial English for students. شوف بقى الكلام ده معانا النهاردة ونحاول نتعرف على يعني some items of the exams بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. Number one, vocabulary and structure. بالنسبة لأول حاجة بتجيلنا دايما، بيجيلنا 10 أسئلة اختياري. العشر أسئلة دول بيكون 5 منهم بيعتمدوا على قواعد، وخمس جمل تانيين بيعتمدوا على كلمات او meaning المعنى. Number one, choose the correct answer from A, B, C or D. Number one, this is the house my uncle bought. هذا هو المنزل my uncle bought، خالي اشترى. هنا عايز اربط بضمير وصل بمعنى الذي، بس هنربط هنا على the house المنزل، هذا المنزل الذي، يبقى عايز اقول الذي او التي لغير العاقل هنستخدم ايه؟ عندنا هنا where, who, which, when. طبعا هنا لما نيجي نتعامل هنربط ب which، which معناها الذي او التي، وبجيبها لغير العاقل اللي بقصد بها هنا المنزل. طب نمبر ايه where، بجيبها بمعنى حيث وبجيبها بالنسبة لمكان. هو بمعنى الذي وبجيبها للعاقل، وين معناها حيث برضو وبجيبها لزمان. Number two, importers write false information. Write false information، يكتبوا معلومات خاطئة on the customs entry، على البضاعة اللي داخلة من الخارج. يبقى بالنسبة للمستوردين، يا ترى يجب ولا لا يجب ان هم يعطوا معلومات خاطئة عن الشيء الذي تم استيراده من الخارج؟ يبقى هنا طبعا هندور على نفي، بمعنى لا يجب. الوحيدة اللي موجودة عندي هنا فيها نفي اللي هي number B must not. عندي must يجب، must not will can. Number three, if your account is، لو انت حسابك ايه، you must pay interest، يجب ان انت تدفع فايدة. بالنسبة لحسابك انت، حسابك ممكن يكون in credit. in credit يعني في فلوس. لو حسابك في فلوس هتدفع فايدة ولا تحصل على فايدة؟ نشوف بقى الكلام ده معانا. If your account you must pay interest، لازم ان انت تدفع فايدة. يبقى لو انت حسابك in credit ولا overdrawn ولا secret ولا bad. طبعا if your account، لو انت حسابك overdrawn يعني سحب على المكشوف، خلصت رصيدك اللي موجود عندك في البنك وحتدفع فايدة. overdrawn. Number four, cotton in the middle of Egypt every year. يبقى عايز اقول القطن يزرع، بس عايز اقول ان القطن هنا هنعمله معاملة المفرد، والجملة هنا مبنية للمجهول. يعني انا بقول القطن يزرع، عشان احول الجملة او ابني جملة من معلوم الى مجهول، اول حاجة بنشوف الزمن بتاع الجملة دي ايه. زمن الجملة اللي عندي هنا مضارع، يعني القطن بيزرع باستمرار في وسط مصر. يبقى هنا اول حاجة بنجيبها المفعول اللي هو كوتون، بعد كده بشوف المفعول ده لو كان مفرد بجيب از، لو كان جمع بجيب ار بلس بي بي او التصريف الثالث للفعل. يبقى كوتون is grown in the middle of Egypt. شوف اللي بعد كده. fire حريق، theft السرقة، and storm والعواصف are all types، كل دي انواع of، انواع من ايه؟ risk مخاطر، claim طلبات تعويض، insurance تأمين، policy اللي هي بوليصة التأمين. طبعا fire، theft and storm
الحريق والسرقة والعواصف، كل دي عبارة عن types أنواع of risk من المخاطر. Number 6. When you import certain goods. When you import certain goods، عندما تستورد بضائع معينة من الخارج، you must have an import. لازم ان انت يكون معك ايه بقى؟ You must have an import. Import اللي موجود عندي دي معناها استرادية. Bill فاتورة، license رخصة، report تقرير، document وثيقة. احنا نحفظها بقى على بعض كده، import license على بعضها معناها رخصة تصديرية. يعني رخصة بتديني فرصة ان انا اقدر استورد بضائع معينة من الخارج. نشوف number 7. It was nice to you. الحل اللي موجود عندي هنا موجود بعد النقط على طول في حرف الجر، يبقى it was nice. بعد it was nice هتجيب فعل اخره ing، هتلاقي ان معظم الافعال او كل الافعال اللي موجودة عندي هنا اخرها ing، ولكن حرف الجر اللي موجود بعد النقط اللي هو to، يبقى انا عايز اقول talking to، يعني التحدث اليك. It was nice talking to you. It was nice talking to you. Hold on. Hold on. الجملة اللي موجودة عندي هنا number 8 عبارة عن expression، تعبير موجود على بعضه، يعني لازم احفظ التعبير ده زي ما هو. Hold on. Hold on لما اكون بكلم حد في التليفون مش معناها hold يعني امسك، لا. Hold وكأني بقول له wait، استظر، خليك معايا. I'll put you to her. عايز اقول انا سوف اضعك على اتصال معها. سوف اضعك على اتصال معها ده expression على بعضه. I'll put you through to her. I'll put you through to her. Number 9. يبقى لو بصينا هنا بالنسبة للجمل اللي موجودة عندي هنا من اول number 1 لما number 9، هتلاقي ان هو جاب جمل بتعتمد على expression ان انا اكون حافظها، وجاب جمل بتعتمد ان انا على قواعد لازم اكون عارفها وبطبعها. If he had taken a taxi. هو لو كان خد تاكسي، he in time، كان وصل في الوقت. لو بصيني على if هنا هتلاقي ان if اجى بعدها ماضي تام. الماضي التام بيتكون من had plus bb التصريف الثالث اللي هو had وtaken. يبقى النص الثاني من الجملة او جواب الشرط هيكون في would have plus bb. يا ترى ممكن نحل الجملة دي من غير ما نعرف المعنى؟ ممكن. لو انا عندي اف واجا بعدها ماضي تام اللي هو بيتكون من had plus bb التصريف الثالث، يبقى في جواب الشرط هيكون عايز مني would have plus bb. يبقى هنا لو بصينا if he had taken a taxi he would have come in time، كان وصل في الوقت. ودي الحالة الثالثة اللي موجودة عندنا من F. Number 10. هنا بيقول له please من فضلك don't to phone ان انت تتصل if you need any help، لو انت محتاج اي مساعدة. الجملة دي موجودة عندي في الكتاب بالنص، انا بكلم حد وبقول له يعني لا تتردد، لا تتردد. Please don't hesitate. Don't hesitate يعني لا تتردد to phone ان تتصل if you need any help، لو انت محتاج اي مساعدة. Let's move to another item. Language function. ده السؤال خاص بالديالوج. Supply the missing parts in the following dialogue. Assistant and customer. لما نيجي نتعامل مع الديالوج قلت لازم نقرا الديالوج من اول كلمه لاخر كلمه فيه. يعني احنا معظم الحاجات اللي بتجيلنا في الامتحان يا اما حد بيشتري حاجه او حد بيبيع حاجه او محادثه تليفونيه بين اتنين بنفس الطريقه. فعندي هنا اسيستنت بائع هو اللي بيبدا الكلام ولازم يعرض المساعده على الزبون. فبدأ هنا بيقول جود افترنون وبعد كده سالها سؤال. Customer الزبون قال yes I am looking for some chairs. أيوة أنا أبحث عن بعض الكراسي. Assistant البائع بعد كده قال له the chairs are over here.
الكراسي هناك. Do you like any of these؟ عجبك أي حاجة منهم؟ Customer قال له this is nice، الكرسي ده كويس. وبعد كده سأله سؤال، رد assistant البائع وقال له that's 200 pounds بمتين جنيه. يبقى لما يكون عندي رد وقال فلوس، يبقى السؤال اللي كان موجود هنا كان بيسأل بيقول بكام. Customer it's very nice، it's very nice، لطيف. ولكن وبعد كده قال له حاجة، يبقى هو عجب الكرسي، ولكن ايه بقى اللي ما عجبوش في الكرسي؟ انه ممكن يكون سعره غالي. Assistant البائع قال له this one is 100 pounds only، الكرسي ده ب 100 جنيه فقط. How many chairs do you need؟ عايز كم كرسي؟ قال له I want 5 chairs، انا عايز 5 كراسي. يبقى اللي احنا عايزين نقوله هنا ان اول حاجة بيقولها assistant ان هو بيعرض خدماته على الزبون. فبيقول له هنا good morning good afternoon. بعد كده قال له can I help you، اقدر اساعدك؟ كاستمر الزبون قال له yes I am looking for some chairs، انا بدور على كراسي. assistant البائع قال له the chairs are over here، الكراسي هنا. do you like any of these؟ عجبك اي حاجة منهم؟ كاستمر قال له this is nice، ده كويس. وسأله سؤال عن السعر. لما بنسأل عن السعر بنقول ايه؟ اقدر طبعا اسأل باكتر من طريقة. How much is it؟ How much is it؟ بكام؟ قال له that's 200 pounds، that's 200 pounds، ده بمتين جنيه. Customer it's very nice، لطيف قوي او كويس قوي الكرسي ده، but ولكن عايز اقول هنا انا بدور على حاجة ارخص. نقولها ازاي بقى انا بدور، او ان هو غالي جدا. It's too expensive. عندنا too اللي موجود عندي هنا T-O-O بتديني درجة الاستحالة، يعني الكرسي ده بمتين جنيه غالي جدا مش ممكن اشتري. لو كان قال It's very expensive يبقى الكرسي ده غالي وممكن اشتري. يبقى هنا لما قال له It's too expensive غالي جدا ودور لي على حاجة تانية، البائع هنا قال له This one، ان الكرسي ده 100 pounds بمية جنيه فقط. يبقى كان ممكن برضو اقول في النقطة الثالثة اللي موجودة عندي هنا انا بدور على حاجة ارخص. نقولها ازاي انا بدور على حاجة ارخص؟ I am looking for something cheaper، I am looking for something cheaper، او ان انا اقول it's too expensive، ان هو غالي جدا. نشوف بعد كده supply the missing parts in the following dialogue. عندي هنا دايلوج تاني عبارة عن محادثة تلفونية between Mary طلبة شركة بي او اس وبتتكلم معها. فماري بدأ بتقول Can I speak to Mrs. Atkins in accounts؟ ممكن اتكلم مع Mrs. Anks في قسم الحسابات please من فضلك. المحادثة هنا بتتم بين ماري and Switchport اللي هو العامل بتاع التليفونات اللي موجود في الشركة. فرد عليها وقال لها، يعني سألها سؤال، قالت له I'll hold for a minute، I'll hold for a minute يعني أنا ممكن أنتظر دقيقة. وقلنا ان hold هنا معناها انتظر. يبقى هنا لما سألها سؤال هيكون قال لها ايه بالظبط؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. بعد كده switchboard سألها سؤال، قالت له no I need to speak to Mrs. Atkins، انا عايز اتكلم مع Mrs. Atkins. اخر حاجة switchboard قال لها حاجة، قالت له okay I'll call back later، I'll call back later انا سوف اتصل لاحقا او مرة اخرى. يبقى هنا بالنسبة للمحادثة معانا هنقولها من الاول، ماري can I speak to Mrs. Atkins، ممكن اتكلم مع Mrs. Atkins in accounts please في قسم الحسابات لو سمحت. سويتش بورد رد عليها وقال لها sorry اسف the line is busy، الخط مشغول. would you like to hold or ring back later، تحب ان انت تنتظري او تتصلي مرة اخرى. ماري ردت عليه هنا وقالت له I'll hold for a minute، سوف أنتظر دقيقة. Switchboard سألها سؤال، ماري قالت له No I need to speak to Mrs. Atkins، أنا عايز أتكلم مع Mrs. Atkins. نشوف هنا قال لها إيه، قال لها Sorry آسف The line is still busy، آسف الخط مشغول.
Would you like to try someone else؟ تحب تتكلمي مع حد تاني؟ انا كان ممكن ان انا استغنى عن النص الاول اللي موجود عندي اللي هو sorry the line is still busy، اسف الخط مشغول، وابدا اعرض عليها اقول لها would you like to try someone else، تحب ان انت تتكلمي مع حد تاني. ماري قالت له no I need to speak to Mrs. Atkins، انا عايز اتكلم مع Mrs. Atkins. سويتش بورد قال لها هنا I am afraid. I am afraid مش معناها انا خايف، معناها I am very sorry. I am afraid. The line is still engaging. أنا آسفة الخط ما زال مشغول. نكمل الـ items بتاعت الامتحانات اللي موجودة معانا ونشوف reading comprehension. هيكون عندي قطعة والقطعة دي عليها 6 أسئلة، نشوف نتعامل معاهم إزاي. Read the following text and answer the questions. هنقرا التكست اللي موجود عندنا ونجاوب الاسئله اللي موجوده عنه. لما نيجي نتعامل مع نص زي ده بالنسبه للامتحان يا ريت يكون معانا قلم رصاص ونبدا نعلم على الحاجات المهمه اللي موجوده في القطعه. When you travel by plane or train، عندما تسافر بالطائره او بالقطار. You need a ticket، هتحتاج تذكره. That shows where you are going، التذكرة دي هتقول انت رايح فين. The ticket is also a receipt، التذكرة عبارة عن إيصال. Which shows that، بتبين ان انت دفعت. You have paid، يبقى التذكرة ليها عندي ميزتين. الميزة الاولى ان انا دفعت الفلوس واخدت التذكرة، والميزة التانية او وظيفتها التانية ان هي بتقول لي انا رايح فين. نتكلم بعد كده على البضائع. بيقول عندي goods that are sent by route، يعني البضائع التي ترسل عن طريق البر. comma rail sea or air، يبقى هنا بيتكلم عن البضائع ان انا ممكن ارسلها by route عن طريق البر. rail اللي هي السكة الحديد، sea البحر، air جوا. يبقى كده عندي طرق النقل بالنسبة للبضائع هما 4 حاجات. need a ticket to، بيقول عندي هنا ان البضائع بتحتاج تذكرة ايضا. the ticket for goods، التذكرة بالنسبة للبضائع has different names، لها اسماء مختلفة. depending on، بتعتمد على the kind of transport، على طريقة النقل. goods that are sent by road، لو انا حنقل البضائع عن طريق البر or rail عن طريق السكة الحديد، need a consignment note. need a consignment note يبقى consignment note انا هستخدمها للبضائع اللي انا بنقلها عن طريق البر او عن طريق السكة الحديد. بعد كده بيقول عندي a consignment note for goods، للبضائع sent by air. طب لو انا حنقل بقى البضائع دي by air جوا، is called هتسمى ايه؟ airway bill، يبقى airway bill ده لو انا حنقل البضائع عن طريق الجو. لو انا حنقلها عن طريق البر او السكة الحديد يبقى consignment note or an air consignment note. نكمل. the document for the goods، وبالنسبة للبضائع by sea اللي أنا بنقلها عن طريق البحر is called، بتسمى bill of lading. bill of lading، bill of lading اللي هي بوليصة الشحن. يبقى بوليصة الشحن بالنسبة للبضائع اللي أنا بنقلها عن طريق البحر. if more than one method of transport is needed، لو أنا محتاج بقى أكتر من وثيقة للبضاعة الواحدة بسميها a combined transport. يعني مثلا لو انا هنقل بضاعة من مصر للندن، لندن مش موجودة على الساحل، يبقى انا هنقل البضائع وتوصل على الشط، يبقى كده نقلت برا. بعد كده العربيات تاخدها من على من الميناء وتوديها لما للندن، يبقى كده البضائع اتنقلت على مرحلتين، المرحلة الاولى باي سي والمرحلة الثانية باي رود. لو انا هنقل وهستخدم اكتر من طريقة يبقى هنا هنقول a combined
transport document is needed. These documents, هذه الوثائق contain, بتحتوي على more information, معلومات أكثر than ordinary tickets, أكثر من الطريقة العادية لنقل البضائع مرة واحدة. For example, على سبيل المثال هيقول لي هنا they contain, بتحتاج تفاصيل details of the dimension and weight. Dimension يعني حجم البضاعة and weight ووزنها. أي بضاعة أنا هنقلها من مكان لمكان لازم يكون فيه ورق مكتوب فيه إن البضاعة اللي بنقلها دي حجمها كذا ووزنها كذا. Of the consignment. They also have a number, وحيكون ليها رقم. Which is very useful. الرقم ده هو كأنه كود خاص بالبضاعة دي. Which is very useful. هيكون مفيد جدا. يعني لو أنا بنقل بضاعة من مكان لمكان لأي شركة مثلا. حدي للشركة اللي أنا بنقلها البضاعة دي كود. من خلال الكود ده تقدر ان هي تتصل وتعرف البضاعة بتاعتها دلوقتي موجودة فين بالظبط. يا ترى لسه موجودة في البحر المتوسط ولا عدت وصلت للبحر الأحمر. تقدر ان هي يعني زي الجي بي اس ان هي تقدر تعرف مكانها بالظبط. If the freight company has a good website. لو شركة الشحن دي كان عندها good website موقع جيد. The customer can key. key هنا مش معناها مفتاح. key هنا معناها يقوم بإدخال الرقم السري. You can the customer can key n key n وبتاخد معها حرف الجر n. This number on his computer على الحاسب بتاعه and find out ويعرف where the consignment is أين الشحن and how soon it will arrive ويعرف من هنا الشحنة دي هتوصل امتى. عفوا it اللي موجودة عندي هنا هتلاقي ان هي underlined word يعني الكلمة دي موجود تحتها خط. هنشوف بقى بيقصد بيها ايه بالظبط. Number one. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number one. Is needed. بحتاجها. If goods are transported by train. لو البضاعة دي نقلت عن طريق القطار. كلمة train يعني ما شفناهاش أبدا في القطع. ولكنه استخدم مكانها كلمة railway station. ولكن هنجيب مكانها هنا consignment note. يبقى لما بنقل البضاعة by road عن طريق البر train ممكن اقول train ممكن اقول railway station. يبقى انا كده هحتاج هنا consignment note. Number two. Transport documents. وثائق النقل. Include information. معلومات about عن the size and weight of the consignment. يبقى هنا وثائق النقل يجب always sometimes rarely never. لازم نقول هنا ان دائما يجب ان هي بتحتوي على معلومات عن الشحن. Always. Number three. When you send goods by you need a combined transport document. عندما ترسل البضائع by هتحتاج combined transport. قلنا combined transport انا بحتاجها لما بنقل البضاعة عن باكتر من طريقة. فلو بصينا هتلاقي عندك سي طبعا حاجة واحدة ريل رود اند سي اير اند سي رود اند سي. نمبر فور. There are kinds of transport for goods. كان موجود عندنا هنا كم وسيلة لنقل البضائع. طبعا كان موجود عندي اربعة. نكمل. Answer the following questions. Number one. What does a passenger ticket show? بالنسبة للتذكرة. التذكرة بتبين ايه? او لازمتها ايه? وظيفتها ايه? احنا قلنا ان التذكرة. يعني الكلام ده لو احنا قرينا القطعة نفسها هنجيبها منها بالزبط. بتقول it shows بتبين where you are going. انت رايح فين? المحطة اللي انت هتنزلها فين? The ticket also والتذكرة أيضا a receipt عبارة عن إيصال which shows بيبين
that you have paid إن أنت دفعت. Number 6. Why do transport document have a number؟ ليه الوثيقة بيكون ليها رقم؟ احنا لما قرينا القطعة عرفنا ان كل او اي بضاعة بتتنقل بيكون ليها رقم كودي، واحنا بنعمل كي ان ذس نمبر وبندخل الرقم ده علشان نعرف البضاعة موجودة فين دلوقتي. فلو بصينا هنا the customer can key in this number، العميل او الزبون يقدر ان هو يدخل الرقم ده on his computer على الحاسب بتاعه and find out، ويعرف where the consignment is، اين الشحنة، and how soon it will arrive، ومتى سوف تصل. نكمل معنا الايتمز بتاعت الامتحان. بالنسبة للتكست ده او القطعة اللي موجودة عندي هنا دي، القطعة دي جت قبل كده في امتحان بالنص، ولو قرناها هتلاقي ان عدد كلماتها اقل كتير من اللي فاتت واسهل بكتير من اللي فاتت. Read the following text and answer the questions. اقرا التكست القادم وجاوب على الأسئلة. منى lives with her family in New دمياط. منى بتعيش مع أسرتها في دمياط الجديدة. She is in دمياط commercial school، وهي في مدرسة تجارية. منى always gets high marks in all subjects، ومنى دايما بتحصل على درجات عالية في كل المواد. Her father is a doctor in دمياط hospital، ووالدها دكتور في مستشفى في دمياط. Her mother is a housewife، ومامتها ربة منزل. She cleans the house. She always stays in the kitchen all day، ومامتها قاعدة في البيت طول الوقت، قاعدة في المطبخ طول اليوم. She cooks the food for her family، تطبخ الطعام لأسرتها، and washes the dishes، وبتقوم بغسل الأطباق. Mona has got one brother and one sister، منى عندها أخ وعندها أخت بس. Her brother is 30 years old، وأخوها عنده 30 سنة. He is a doctor in the same hospital، وأخوها دكتور في نفس المستشفى. With his father، مع أبوه. While the father was going home one evening، بينما الأب كان ذاهب إلى أو عائد إلى المنزل في أحد الليالي، he saw a young boy crying، لقى ولد بيبكي by the side of the road، لقى ولد بيبكي بجانب الطريق. The young boy was very ill، كان مريض جدا. The doctor was very kind، والدكتور كان عطوف جدا معاه. He took the young boy، هتلاقي عندك he اللي موجودة هنا underlined word، تحتها خط، يا ترى المقصود ايه بهي اللي موجودة عندي هنا. He took the young boy، واخذ الولد to the hospital، للمستشفى. The young boy was saved، والولد تم انقاذه. And thanked him، وشكره. Mona's sister is a secretary، she works in an office، بتعمل في مكتب. She is good at English، هي كويسة في اللغة الإنجليزية. نشوف بقى الأسئلة اللي موجودة معايا هنا. Mona's mother is a، يبقى بالنسبة للأب قلنا ان الأب كان دكتور، بالنسبة لمامتها يا ترى كانت teacher، housewife، دكتور، postman. طبعا الأم هنا كانت housewife، كانت ربة منزل. Her brother، أخوها، works in، أخوها بيعمل في a، space، hospital، factory، school، company. هو قال لي هنا إن her brother is a doctor، هو دكتور، يبقى he works in a hospital، بيعمل في مستشفى. تعال بقى معايا number 3، والجملة دي طبعا مهمة، the underlined word. Underlined word يعني الكلمة اللي تحتيها خط. لما نيجي نقرأ قطعة تلاقي فيها كلمة تحتيها خط أو ضمير تحته خط، أكيد حيسألك ويقولك الكلمة اللي تحتها خط دي بيقصد بيها إيه، أو بتعود أو بتشير إلى إيه.
the underlined word, الكلمة اللي تحتها خط, he refers to, تشير إلى منى's إيه بقى؟ منى's mother, والدة منى, منى's sister, أخت منى, منى's father, أبو منى, منى's brother, أخو منى, منى's father, أبو منى, منى's brother, أخو منى. فلو بصينا كده هنا هتلاقي عندك هنا في السطر قبل الأخير he took the young boy, وهو أخذ الولد الصغير to the hospital, للمستشفى. يبقى الكلام كان على the doctor اللي هو the father, الأب. ده كان بالنسبة ل underlined word, للكلمة اللي تحتيها خط. يبقى the underlined word he, كلمة اللي هي he تحتيها خط, to منى's father, لأبو منى. منى's brother, منى's brother, أخو منى, was born in, اتولد سنة كام. انت لو بسيط هتلاقي عنده ان هو بيقول ان هو عنده 30 years old, عنده 30 سنة. يبقى انت هتطرح الكلام ده وهتلاقي ان هو اتولد سنة 1991. Let's move to another item. Answer the following questions. نكمل الأسئلة بتاعة القطعة اللي موجودة عندي. Answer the following questions. Why is Mona a good student? بيسأل هنا بيقول ليه منى كانت طالبة كويسة أو طالبة جيدة. أنت هتلاقي أن الإجابة برضو كانت موجودة عندنا في القطعة بالنص. Why معناها لماذا, والإجابة اللي موجودة عندك هتلاقي دايما أن فيها كلمة because, لأن. فلو بصيني هنا because she always gets high marks in all subjects, لأن منى كانت بتحصل على درجات عالية في كل المواد. Why is Mona a good student? ليه منى كانت طالبة جيدة؟ Because she always gets high marks in subjects, في المواد. Number 6. Where was the young boy crying? أين كان يبكي الولد؟ الولد بقى كان بيبكي فين؟ لو رجعنا للقطعة هتلاقي he was crying, كان بيبكي by the side of the road. By the side of the road, بجانب الطريق. ننتقل إلى item آخر. Fill in the spaces with words from the list. جايب لي هنا كلمات وعايز الكلمات دي نكون او نكمل بيها الجمل اللي موجودة عندي تحت. Compensation اللي هو تعويض. يبقى لو حد مأمن او عامل عملية تأمين وحصل له مشكلة او حصل له حاجة, بيقدر ان هو ياخد compensation, يعني تعويض. Stored يعني مخزون او مخزنة. Broker, سمسار بيكون the middleman او الوسيط بين القائم على عملية التأمين وبين المؤمن عليه. Provide verb بمعنى يمد. Premium موجودة عندنا بمعنى قسط تأمين. Invoice فاتورة. Restrictions آخر كلمة معناها قيود. Import دايما بنقول import restrictions, يعني قيود استرادية, وده الدولة بتعمله علشان تحافظ على يعني بعض المنتجات المحلية. نشوف number one. To get insurance cover, لكي تحصل على غطاء تأمين. You have to pay, يجب ان انت تدفع ايه كل شهر. Compensation, stored, broker, provide, premium, invoice, restrictions. طبعا هتدفع premium اللي هو قسط تأمين. يبقى لكي تحصل على غطاء تأميني يجب ان انت تدفع قسط تأميني كل شهر. Number 2. To protect manufacturers اللي هم الصناع. The government imposes import restrictions, يبقى الحكومة بتفرض بعض القيود الاستيرادية لكي تحمي المصنعين. يعني لو في منتج احنا بنصنعه عندنا بيتكلف مثلا 5 قروش, حد استورده من بره من الصين مثلا هيكلف 4,
يبقى الصانع اللي بيشتغل عندنا هنا مش هيقدر ان هو ينافس او ان هو يشتغل. فالحكومة من المنظور ده بتقدر ان هي تفرض بعض القيود او الرسوم على المنتجات اللي جاية من بره بحيث ان هي تعلي القيمة بتاعتها، يعني يبقى سعرها اعلى فالناس تفضل وتشتري المنتج المحلي اللي موجود عندنا. نمبر 3، a building that goods are is a warehouse. A warehouse مخزن. عايز اقول هنا مبنى الذي البضائع تخزن فيه بيبقى اسمه مخزن. لو بصينا هنا عايز اقول مخزنة، كلمة مخزنة اللي انا بقولها هنا جملة مبنية للمجهول، يعني فيها مفعول اللي هو goods، بعد كده بنشوف جودز دي مفرد ولا جمع، جيب لها از ولا ار، جاي من لها ار، والتصريف الثالث اللي هو stored. يبقى goods are stored is warehouse. Number 4، is a person، هو شخص، who arranges insurance. Arranges insurance يعني يقوم بترتيب او تنظيم عملية التأمين. من الذي يقوم بترتيب عملية التأمين؟ طبعا broker اللي هو السمسار، والسمسار بياخد عمولة. Number 5، is the money، هي النقود، you are paid، بتدفعها، when your insured property is damaged، لو الممتلكات بتاعتك اتدمرت. يبقى لو حد كان قائم او عامل عملية تأمين وحصل له مشكلة بالنسبة للشيء اللي هو كان مأمن عليه، فهو في اللحظة دي يقدر ان هو ياخد compensation، يعني تعويض. Number 6، our company، شركتنا، can you with، لو بصينا هنا بعض النقاط اللي موجودة هتلاقي عندك you وبعدها with. عايز اقول you mid be هي provide with، يبقى provide بتاخد معاها حرف الجر دائما with. Our company، شركتنا، can you with the necessary information، عايز اقول شركتنا يمكنها ان تمدك بالمعلومات المطلوبة او المعلومات الضرورية. Provide you with the necessary information. Number 5، writing، اللي موجود عندي هنا، write a paragraph about insurance and compensation، طالب مني ان انا اتكلم او اكتب paragraph عن التأمين والتعويض. That using the guide words، واستخدم الكلمات اللي موجودة عندي هنا. اول حاجة عندي موجودة عندي هنا، انا عندي الشرط الصغيرة اللي موجودة دي كلها جوة الجملة، انما الداش اللي موجودة الميلة دي هي اللي فصلت الجملة دي عن الجملة اللي بعدها. Many different kinds insurance، بعد كده example، مثال marine and، marine بحري. يبقى انا عايز اقول يوجد انواع مختلفة وعديدة من التأمين، على سبيل المثال التأمين البحري، ونقول تأمين ايه كمان. نشوف كده الكلام ده موجود عندي هنا ازاي. There are many different kinds of insurance، يوجد انواع مختلفة وعديدة من التأمين. For example marine and personal accident insurance، وتأمين ضد الحوادث. نشوف الجملة اللي بعديها. If you insurance policy proposal form، يبقى if you want an insurance policy، لو انت عايز بوليس التأمين، you have to fill in، يجب ان انت تملأ، a proposal form، form اللي هي استمارة. proposal form هي عبارة عن استمارة انا بقدمها في الاول لما باجي اقوم بعملية التأمين. شوف الجملة اللي بعد كده. if your request، لو طلبك accepted، اتقبل، pay premium، تدفع القسط، insurance policy، يبقى انا عايز اقول لو الطلب بتاعك اتقبل هتدفع الاقساط لبوليصة التأمين. يبقى هنا نشوف الكلام ده مكتوب عندي هنا ازاي. if your request for insurance is accepted، لو طلبك للتأمين اتقبل، you then pay the premium، هتدفع premium اللي هو قسط التأمين، for your insurance policy، لبوليصة التأمين. بعد كده if something bad and covered by your policy، ask claim form. claim form استمارة طلب تعويض. يبقى انا عايز اقول هنا لو
You should ask a claim form. يجب ان انت تسأل عن استمارة تعويض. لو بصينا على الجملة من الاول اللي هو السطر الرابع، اول كلمة في السطر الرابع في الاجابة اللي موجودة تحت. If something bad happens، لو شيء ما سيء حدث. And you are covered by your policy، وانت مغطى ببلست التأمين. You should ask، يجب ان انت تسأل for a claim form، تسأل على استمارة طلب تعويض. بعد كده بيقول عندي هنا fill in، تملأ. claim form، تملأ استمارة التعويض. ask compensation insurance company، وتسأل على تعويض من شركة التأمين. بعد كده عايز اقول ان شركة التأمين insurance company require، بتحتاج survivor's report on، بتحتاج تقرير مطابقة على damage or loss، على الحاجات التي فقدت او الحاجات التي دمرت. نشوف بقى الكلام ده موجود عندي هنا في نمبر السطر الخامس تاني كلمة. you fill in the claim form، بتملأ الاستمارة. and ask the insurance company for compensation، وبتسأل شركة التأمين على تعويض. your insurance company، شركة التأمين، may require، بتحتاج surveyor's report on the damage or loss، بتحتاج تقرير مطابقة على ما تم فقدانه أو الشيء الذي دمر. بعد كده let's move to another item، ننتقل إلى سؤال جديد موجود عندي برضو في الامتحان. writing a meme، رايتنج اميمو. الميمو ده عبارة عن مذكرة. المذكرة دي غالبا ما بتكون داخلية داخل الشركة من مدير الى احد الموظفين نفس الطريقة. فهنا بيقول عندي you are احمد سالم، انت احمد سالم. the manager at BOS، انت احمد سالم وانت المدير لشركة BOS. write اميمو، اكتب ميمو. to Susan Hammond، the secretary to book him a return ticket، عشان تحجز له تذكرة. return ticket بقصد بها تذكرة عودة. to Alex، and get a seat reservation on a train، وتحصل على حجز في القطار leaving الذي سوف يغادر between 4 and 6 PM on Friday. بالنسبة للسؤال ده في الامتحان، انت يا اما بيجي لك، يعني ده من اكتر الاسئلة اللي موجودة عندي في الامتحان، من الممكن ان السؤال ده يكون متنوع. يعني ممكن يجي لك فورم عبارة عن استمارة، هتكتب الاستمارة وتجيب البيانات اللي موجودة عندك في القطعة اللي هو عطاها لك، وتكمل بيها الفورم او الموجود عندك، الشكل او النموذج اللي موجود عندك تحت. او ممكن ان انت يجيلك في السؤال ده برضو بدل الميمو يجيلك بيزنس لتر. البيزنس لتر اللي هو الخطاب التجاري. الخطاب التجاري بيكون خطاب خارج من شركة لشركة، من مؤسسة تجارية الى مؤسسة تجارية اخرى. او ان انت يجيلك ميمو زي اللي موجود عندي هنا ده. علشان تكتب الميمو او المذكرة، وقلنا ان الميمو او المذكرة هي عبارة عن رسالة داخلية داخل الشركة الواحدة. يعني مثلا لو انا عندي الموظفين قدام الشركة بيجوا بيركنوا عربياتهم قدام الشركة، فالعملاء ما بيقدروش ان هم يجوا ويركنوا عربياتهم ويدخلوا يتعاملوا مع الموظفين. يبقى انا في اللحظة دي عايز اقول للموظفين اللي موجودين عندي محدش يركن عربيته قدام الشركة مباشرة، اركنها بعيد شوية. يا ترى بقى انا كمدير للشركة هاسأل كل الموظفين اللي موجودين عندي واحد واحد ان هو ما يركنش عربيته قدام الشركة؟ لا، اقوم جاي واقوم كاتب حاجة اسمها ميمو، يعني مذكرة. المذكرة دي اكتب فيها من from، يعني من مدير الشركة to الى كل الموظفين، واكتب السبب اللي انا عايزه اللي هو باركينج، ان محدش يركن عربيته مثلا قدام الشركة. وبعد كده بكتب التاريخ، وبعد كده بليز وكما، ونبدأ نتعامل مع
القطعه اللي موجوده معايا او الميمو اللي هو على طول. فلو بصينا في الميمو اللي موجود عندي هنا بيقول يو ار احمد سالم ذا مانجر ات بي او اس، انت احمد سالم وانت مدير شركه بي او اس. رايت اميمو تو حامد ذا سكرتري تو بوك هام ا ريتيرن تيكت، ان هي تحجز له تذكره تو اليكس. اند جيت ا سيت ريزرفيشن اون ا ترين leaving between 4 and 6 p.m. on Friday. لما نيجي نتعامل معاه اول حاجة بكتبها from. from يعني من. من مين بقى؟ مين اللي بعت الميمو ده؟ هتدور دايما على يعني هيقول لك من مين، يا اما from يعني من او you انت you are your name او sent by. سنت باي يعني أرسل بواسطة. يبقى أنا عايز أعرف اسم مين الذي قام بإرسال الميم. فلو بصيت عندك هنا هتلاقي إن هو بادئ الميمو يو آر أحمد سالم. يبقى يو آر اللي جاي بعدها هنا ده اسم الراسل اللي هو أحمد سالم. يبقى فروم بعد فروم اسم الراسل، وهنشوف الكلام ده بعد كده. تو إلى، يا ترى أحمد سالم كان باعت الميمو ده لمين؟ نشوف تالت حاجة في عناصر الميمو ار اي. الار اي بكتب فيها عنوان الموضوع، بكتب فيها عنوان الموضوع، يعني الموضوع ده انا كاتبه ليه؟ ايه الغرض من الميمو ده؟ فاحنا لو بصينا هنا هتلاقي ان الغرض من الميمو ده ان هو عايز تحجز له تذكرة في القطار الذي سوف يغادر الى الاسكندرية من الساعة 4 الى الساعة 6. بس احنا في الار اي ما بقدرش ان انا اكتب كل الموضوع ده، لا، اللي بكتبه بيكون العنوان فقط او الغرض من الرسالة. ديت، ديت التاريخ. لو بصيت هنا في الميمو اللي موجود عندك ما عنديش اي تاريخ، يبقى هتكتب التاريخ بتاع النهاردة لو انت ما عندكش تاريخ في الميمو. يبقى from احمد سالم، from احمد سالم. يبقى بدأ عندك هنا بيو ار اللي اجى بعدها كان احمد سالم، يبقى احمد سالم ده هو الراسل للميم. تو، لو بصيت عندك برضو في السطر الاول رايت اميمو تو، دي جاية صريحة عندي هنا سوزان حامد، يبقى تو سوزان حامد. بعد كده بيقول تو بوك هيم ا ريتيرن تيكت علشان تحجز له تذكرة. هنا اقول booking a ticket، حجز تذكرة. يبقى سبب الميمو ده كله او هو كاتب الميمو ده ليه؟ علشان حجز تذكرة. date، نكتب مثلا تاريخ النهاردة. نكمل بقى الكلام اللي موجود معايا وبعد كده اقول please، من فضلك comma book me a return ticket، من فضلك احجزي لي تذكرة. to Alex and get a seat reservation، وحصولي على مقعد on a train في القطار leaving between 4 and 6 p.m. on Friday، في الموعد اللي هو من يوم 4 من الساعة 4 للساعة 6 مساء on Friday يوم الجمعة. يبقى ده شكل الميمو اللي احنا بنتعامل معه بالظبط. from to re date بعد كده please وكما، وبنبدأ نكتب الموضوع على طول. اخر حاجة موجودة معايا هنا بقول thanks، شكرا، بعد كده احمد سالم اللي هو اسم الراسل. بالنسبة للترجمة هناخد بس جملة واحدة. اسامة is taking his family to Alexandria next Friday for a week's holiday. لو بصيت للجملة والتركيب اللي موجود عندك هنا هتلاقي ان الزمن اللي موجود عندنا هنا زمن المضارع المستمر، يعني بيعبر عن المستقبل القريب. فأقول هنا سوف يأخذ أسامة أسرته أو سوف يصطحب أسامة أسرته إلى الإسكندرية يوم الجمعة القادم لقضاء أجازة مدتها أسبوع. I sent a complaint to the company but I haven't received a reply yet. لما اجي اترجم من لغه انجليزيه للغه عربيه احاول ابدا بفعل. فهنا I sent
لما اجي اقول انا ارسلت شكوى، يبقى انا هنا ملهاش معنى، اقول على طول لقد ارسلت شكوى للشركة ولكن لم اتلق اي رد بعد. نمبر 3، you can use credit cards in hotels and shops these days. لما نيجي نتعامل برضو ابدأ هنا بالفاعل، يمكنك استخدام بطاقات الائتمان في الفنادق والمحلات هذه الايام. والى هنا اعزائي الطلبة والطالبات نكون قد وصلنا الى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، متمنين لكم دوام التوفيق والتفوق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.